حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت مؤسسة عراق المستقبل إن العراق تحول خلال السنوات الأخيرة إلى دولة استهلاكية بامتياز بسبب تركيز الاقتصاد على صادرات النفط باعتباره مصدرا رئيسا للإيرادات المالية. وفي العام الحالي تصدر العراق قائمة أكثر الدول المستوردة للسلع من الخارج نتيجة الانتقال إلى اقتصاد السوق المفتوح وانفتاح الحدود أمام التبادل التجاري وتصاعد النمط التجاري والاستهلاكي وسط تحذيرات اقتصادية من مغبة استمرار الاعتماد على الاستيراد بدل البدء بمشاريع صناعية محلية. أقرت هيئة الاستثمار في العراق بارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وأوضحت الهيئة أن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 لم يتضمن تحديد أسعار البيع، وإنما ترك المسألة للمنافسة بين المستثمرين، مستدركة أن القانون يمنع المضاربة بالأسعار بعد اختيار الشركة الاستثمارية، وأن الطلب على استملاك الوحدات السكنية أكثر من العرض المتوفر تسبب بارتفاع أسعار الوحدات السكنية. أوضح المستشار المالي للسوداني مظهر محمد صالح أن 70% من الكتلة النقدية لدى الجمهور خارج الجهاز المصرفي. وقال صالح أن الاتفاق أو أن الإنفاق التشغيلي في الموازنة يصل إلى 75% من إجمالي الإنفاق العام مقارنة بالإنفاق الاستثماري الحكومي التنموي والذي لا يتعدى 25%، مضيفا أن النفقات التشغيلية يغلب عليها طابع الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية التي تهيمن لوحدها على الإنفاق التشغيلي بنسبة تتجاوز 60% على حد تعبيره. ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن الصادرات الإيرانية من الغاز الطبيعي إلى العراق ارتفعت بشكل كبير في شهر نيسان مقارنة بالشهور السابقة من العام الحالي في وقت يستعد فيه العراق لصيف حار. ونقلت الوكالة الإيرانية أن مسؤولا في وزارة الكهرباء في العراق قال إن واردات الغاز من إيران المستخدمة في محطات الكهرباء وصلت في المتوسط 30 إلى 40 مليون متر يوميا إلى أو متر مكعب يوميا خلال شهر نيسان 2023. وبحسب الوكالة فإن إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق ارتفعت 4 مرات خلال نيسان مقارنة بالأشهر الأولى من العام 2023. وفي خبرنا الأخير، أعلنت محافظة بغداد تحديد تسعيرة جديدة للأمبير للمولدات خلال الشهر الحالي. وقالت المحافظة إن سعر التشغيل العادي للمولدات سيكون 4000 دينار والتشغيل الليلي ب6000 دينار، مضيفة أنها حددت سعر التشغيل الليلي الذهبي ب8000 دينار. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.